أم أحمد شيخ الكريم، السعودية تقول هل الأموات وهل أرواح الأموات تلتقي ثم يكون بينهم حديث وأنس؟ حياة البرزخ والحياة في القبر حياة فوق ما نحن نتصورها أو تبلغها علومنا، وقد ثبت في الأدلة أن الأموات يتزاورون ولكنهم في شأن أعظم كل بحسب حاله، فأهل الإيمان في نعيم عظيم في برزخهم، الله أكبر، وأهل الكفر في شدة وضنك نسأل يتمنون ألا تقوم الساعة وهم في قبورهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله من حسن المنقلب. نعم، اللهم أمين. أحسنكم شيخ الكريم. لكن شيخنا، هل من المناسب إرشاد المشاهدة الكريمة لكتاب حادي الأرواح لابن القيم للاستزادة من ذلك؟ لا، هذه المسائل ذكرت في كتاب الروح لابن القيم، أو الروح، نعم، وفي كتاب الحافظ ابن رجب أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور رحمهم الله وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء، والله أعلم. وهل ينصح المسلمون بقراءة هذين الكتابين؟ نعم، هذان كتابان عظيمان، فمن استطاع فهمهما والوقوف على أدلتهما بعلم فيناسب ذلك، وإلا فيكتفي بالسؤال. ولا بد أن نعلم أن حياة البرزخ ليست كحياة الدنيا، الناس يتزاورون يتآنسون، هم في القبر أعظم من ذلك وأشد ما هم فيه بحسب حالهم إيمانا وفجورا وصحة وبطلانا، والله أعلم. لديهم ما يشغلهم، نسأل الله عز وجل الرحمة والمغفرة للمسلمين جميعا.